لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الاثنين 27 فبراير. النهاردة القمر لسه موجود في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر في المنزل ال 12، وده بيخليهم في احتمالات انهم يميلوا للغضب بسرعة، ومطلوب منهم ان هم يهدوا ويحذروا الظهور، يعني ما يعلنوش عن خططهم وما يتجنبوا الزهو بنفسهم ويحاولوا يتجنبوا الأضواء قد ما يقدر. نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم القمر في وضع داعم جدا، وكمان الشمس بتدعمهم في برج الحوت. فأقول لمواليد برج الثور النهاردة عندكم فرص هايلة للالتقاء بناس بتحبوهم، وكمان ممكن تكون في فرصة هايلة للتطور، وهيكون عندكم يقظة ذهنية أكبر وأفكار أفضل. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. برج الجوزاء النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس معاهم، وده بيخليهم يميلوا للعصبية. وأقول لهم حاولوا إن انتوا تأجلوا الجدال أو المواجهات العنيفة، وما تثيروش أي موضوعات حساسة ما بينكم وما بين الزملاء العمل أو رؤساء العمل، عشان الفترة دي تعدي بخير، خصوصا انه كمان عطارد داخل في برج الحوت من الساعة 1:10 الفجر، وحيقعد فترة في برج الحوت. فده وضع معاكس بالنسبة لمواليد الجوزاء، وكده اقول لهم يعني الفترة اللي جاية دي عندكم الشمس وعطارد في وضع معاكس، وكمان النهاردة القمر معاكس، فمطلوب منكم قد ما تقدروا تتحكموا في عصبيتكم وتعملوا اللي عليكم في الشغل، وعشان ما تتخذش ضدكم اي اخطاء. نروح بعد كده لبرج السرطان. برج السرطان النهاردة عندهم القمر والشمس وعطارد بيدعموهم جدا في منزل الحظ، وده بيديهم استعداد رائع للمرونة وللتسامح، وممكن يخرجوا من أزمة النهاردة. بعد كده نروح لبرج الأسد. الأسد النهاردة عندهم يعني كواكب كتير موجودة في منزل المدخرات. عندهم الشمس والقمر وعطارد في منزل المدخرات، وأنا شايفة أن ده يوم مناسب جدا ليهم للبيع وللشراء ولتنمية المال والممتلكات. يحاولوا النهاردة أن هم يستفيدوا من الإيجابيات المتاحة. بعد كده نروح لبرج العذراء. برج العذراء النهاردة عندهم للأسف 3 كواكب في مواجهة برجهم، الشمس والقمر وعطارد في المواجهة. فده يخليني أقول لمواليد العذراء ما تنسوش النهاردة أي واجبات عليكم، حاولوا قد ما تقدروا أن انتوا ما تظهروش عصبيتكم، وخصوصا مع شركاء الحياة ومع شركاء العمل. كمان حاولوا أن انتوا تكونوا مثاليين، او ما تنسوش القيم المثالية في التعامل مع الاخرين. ومطلوب ان انتوا تحذروا في الحركة وفي ردود الافعال، ما تتسرعوش وما تغامروش لا في الحركة ولا في الانفعال ولا في الفلوس. كمان مطلوب ان انتوا تحاولوا تتأنوا جدا في اتخاذ القرارات الشرائية. نروح بعد كده لبرج الميزان. برج الميزان النهاردة عندهم 3 كواكب في منزل الصحة والعمل، فده بيخليهم ينجحوا جدا، ويقدروا ان هم يجمعوا ناس كتير حوالين هدف واحد. هيكونوا منظمين اكتر، وهيكونوا يعني هيعرفوا ينظموا جهودهم ويدوا كل حاجة وكل نشاط حقه، وفي نفس الوقت هيدوا كمان نفسهم الحق في ان هم ياخدوا وقت مناسب للراحة عشان يعرفوا يستكملوا نشاطهم وواجباتهم. نروح بعد كده لبرج العقرب. برج العقرب النهاردة عندهم القمر في منزل الحب،
وده بيديهم سعادة عاطفية واجتماعية، وممكن يخلي ناس كتير جدا تطلب تواجدهم سواء من الأحباب أو من الحياة المهنية والاجتماعية. كمان على مستوى الأولاد، لو هم عندهم أولاد، أنا شايفة أن النهاردة يوم مناسب قوي لمواليد برج العقرب عشان يقووا علاقتهم بأولادهم ويقربوا منهم أكتر. نروح بعد كده لبرج القوس. برج القوس النهاردة عندهم القمر معاكس في منزل العيلة، مش بس القمر، كمان الشمس وعطارد في منزل العيلة. ده ممكن يحط على مواليد القوس ضغوط عائلية، فنصيحتي، وكمان ضغوط اجتماعية، نصيحتي لمواليد القوس ان هم يحاولوا يخففوا من تلقائيتهم ومن جرأتهم النهاردة، ويحاولوا كمان ان هم يقاوموا اي محاولات لإرباكهم او لاستفزازهم، يحاولوا يحافظوا على الهدوء وعلى التماسك. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم ثلاث كواكب بتدعمهم في منزل العلاقات، عندهم الشمس والقمر وعطارد في منزل العلاقات، وده يخليني اقول لمواليد الجدي ضروري تستفيدوا الفترة دي والفترة اللي جاية كمان من الذبذبات الإيجابية، وتحاولوا تلتقطوا الفرص، ما تكسلوش، وان شاء الله الفترة الجاية مهمة جدا لمواليد برج الجدي. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم ثلاث كواكب في منزل المال، ده بيساعدهم ان هم يخططوا كويس قوي لتنظيم حالتهم المالية، ويقدروا يحطوا ميزانية محددة ويلتزموا بيها، وده هيساعدهم كتير ان هم يحققوا مكاسب افضل. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم القمر في برجهم وعندهم الشمس وعطارد في برجهم، كل ده هيخليهم أكثر تسامحا وأكثر إشراقا وتألقا، وكمان عطارد في برجهم بيديهم يقظة ذهنية وسرعة بديهة، الشمس بتديهم زي ما قلنا إشراقة، والقمر هيديهم تألق، والشمس كمان بتديهم حماس ونشاط. فأنا شايفة إنهم الحوت داخلين على فترة رائعة وبادئينها من النهاردة، وإن شاء الله يكونوا موفقين في الفترة اللي جاية. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.